اللي حاليا قاعدين يمرون بفترة ضغط امتحانات، قاعدين يدرسون حق باكر، قاعدين يشدون حيلهم علشان الشهادة. يمكن أنتوا اليوم أكثر شيء محتاجينه بس إن أحد يذكركم إيش كثر أنتوا قدها، وإيش كثر أنتوا عندكم القدرة الكبيرة على إن تقدمون أفضل ما عندكم. بس خل أقول لكم شيء، الحياة بشكل عام فيها وايد ضغوطات، امتحاناتكم اللي اليوم قاعدين تمرون فيها ما هي إلا مرحلة بسيطة فقط من هذه الضغوطات اللي بتواجهونها بعدين، فكونوا قد الثقة اللي أهلكم معطينكم إياها. أدري السهر متعب، أدري الامتحانات تسبب رعب، أدري بأن أنت خايف من كل شيء قاعد أن تحاول تراجعه وتفكر فيه، وتبي أن أنت تقدم أفضل ما عندك، تبي ترفع رأس أبوك، تبي تبيض ويهمك، تبي توصل لمرحلة أنت تقول أنا فخور في نفسي وتخلي أهلك فخورين فيك. بس على فكرة كثرة التفكير والتوتر ما راح تودي ولا تيب. اللي أحتاجه منك بأن أنت تقطع عهد حقيقي على نفسك بأن الشهادة أولا لك أنت، بأن اللي بتقدمه أولا لك أنت، بأن اليوم أي شيء أنت قاعد تتعب عليه فهو عشانك قبل لا يكون لأي أحد ثاني. لا تحط في بالك بأن في أي شيء بالساهل، كل الناس اللي نجحوا وتميزوا ترى لابد أنهم مروا في عقبات ومروا في ظروف ومروا في أمور صعبة تغلبوا عليها، وأنت عندك القدرة أن أنت تتغلب عليها. كل شيء بهالدنيا لاحق عليه، ضحك، سوالف، غشمرة وسهر وعطلة وا 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 وا. حاول أنك ما تكيسل، حاول أنك ما تنجرف وراء تيار الناس اللي ماخذين الدنيا على قولتهم بس للوناسة. صدقني بأن أنت عندك القدرة بأنك تنجز، لأنك حقا بطل وقادر على الإنجاز. حاول أنك تعتزل أي شيء ممكن أنه يضايقك، وحتى حق الآباء والأمهات أرجوكم حاولوا كثر ما تقدرون بأن أنتوا ما تضغطون عليهم، حاولوا كثر ما تقدرون بأن أنتوا توفرون لهم البيئة المناسبة للإنجاز، حاولوا ما تكونون لهم رعب، كونوا لهم مصدر أمان وثقة وتشجيع. وأنت إذا أهلك ما قصروا معاك بشيء، بالدراسة واقفين معاك، بالحب واقفين معاك، بالتشجيع واقفين معاك، فأنا ما أتوقع منك إلا أن الثقة تكون في محلها. اخذ نفس عميق، شوف نفسك باكر وين تبي تكون، شوف الجامعة اللي تحلم فيها، شوف الوظيفة اللي تبي توصل لها، شوف ايش كثر شكلك لايق وجميل وانت لابس لبس التخرج وقاعد تخطي حياتك الى المرحلة القادمة. كل وقت صعب وراء وقت جميل، وكل مر سيمر، وحتى ان كانت هذه الفترة صعبة عليك فأنت حاول أنك تسترجع كل الأيام اللي صحيت فيها من الصبح، رحت فيها المدرسة، حضرت كل صفوفك، انتبهت كثر ما تقدر ولو أنك كنت سرحان بكم أغنية أحيانا، ولكن أديت اللي عليك في حضورك. اليوم صار الوقت بأنك بس تثبت بأن حضورك هذا ما كان على الفاضي. أدري بأن أحياناً خوفنا من توقعات الناس اتجاهنا وأن احنا لازم نجيب النسبة المطلوبة ممكن أن يكون هاجس كبير علينا، وأدري بأن في ناس يفكرون بأن الجامعة الفلانية ما راح تقبلني لأني ما جبت هالنسبة هذه. أرجوك 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 اترك الهم هذا كله حق بعدين وركز بس في دراستك. اليوم النسبة هذه اللي أنت تحلم فيها ما راح تجيك على طبق من ذهب، يا أخي اشتغل عليها عشان تكسبها، اتعب عليها عشان تيجي. صدقني ترى اللي بسرعة يروح بسرعة، واللي تتعب علشان توصل له أنت أول من بيحس بلذته. بالتوفيق، وعسى إن شاء الله رب العالمين يكون معاكم، وعسى إن شاء الله يا رب نفرح بنتائجكم، وعسى إن شاء الله يا رب نكون أول من يبارك لكم تخرجكم ونجاحكم. هذه الفترة هي فترة إثبات الذات، وأنا على قد الثقة بأن كلكم عندكم القدرة التامة بأنكم تثبتون أنكم قدها وتصيرون دائما أحسن، أحسن من التوقعات، أحسن من كل شيء وقف في طريقكم، وأحسن حتى من أي سؤال شفته قدامك بورقة الامتحان. بس سم بالرحمن، توكل على الله، وخلك واثق بنفسك، وانجح انجح، وخلنا أول من يقول لك مبروك. ولثقتي فيكم بقول مبروك مقدمة.